السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا بندين العمل الإرهابي، العمل الإجرامي الذي حدث اليوم. طبعا اللهم عليك بالإرهاب الغاشم الأسود، وانتقم من كلاب أهل النار. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء. ما حدث اليوم ما هو إلا تشتيت من كل طبعا ما هو إلا تشتيت للانتباه، لكي لكن ندعم الجيش لحماية الأرض وضرب كل ما تسول له نفسه. الاعتداء علينا وعلى جيراننا، الإرهاب لا دين له. طبعا تفقد الله طبعا الرحمة على شهداء حادث أو الحادث الإرهابي، حادث بئر عبد. طبعا في البداية طبعا بنرحب بضيوفي الكرام، الكابتن محمد عبد الغني، طبعا صاحب أكاديمية طبعا وتسويق شركة تسويق لاعبين كرة القدم، شركة العالمية لتسويق اللاعبين. طبعا معنا وبنرحب بك كابتن أهلا محمد. اهلا وسهلا بك، شخصية محترمة شخصية جيدة كابتن محمد عبد الغني. طبعا شكرا. ومعنا الكابتن احمد صخر، طبعا مدير شركة صخر لتسويق اللاعبين، ومن طبعا الناس اللي لها باع في مجال التسويق لكرة القدم. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا بك، منورنا كابتن. الله يخليك، شرف لي. الله يخليك كابتن. طبعا في البداية عايزين نتكلم كابتن محمد عن عودة الحياة مرة أخرى لكرة القدم بعد غياب دام أكثر من 3 أو 4 شهور. هو الحمد لله رجع حميدة يعني، وبنشكر رئيس الوزراء، بنشكر الدولة إن هي رجعت النشاط تاني. تمام. بعد ما معظمنا قاعدين في البيوت يعني. فالحمد لله معظم الكرة رجعت تاني والأندية اشتغلت. تمام. وفي احترازات عاملينها كويسة جداً الحمد لله، وان شاء الله الموسم يبقى كويس السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. وانت كابتن احمد رايك برضو في عوده النشاط والروح لكره القدم؟ اول حاجه بس خلينا نعزي شهداء الجيش المصري. تمام، بنعزي انفسنا ان شاء الله ورا الجيش المصري ويد واحده ان شاء الله. ان شاء الله احنا طبعا ندور الجيش المصري قلبا وقالبا كابتن طبعًا محمد. طبعا طبعا، لان هذا العمل الاجرامي طبعا لا دين له. اكيد. طبعا في طبعا بدايه هذه الحلقه كابتن محمد عبد الغني عايز اتكلم عن برضه تسويق اللاعبين والشركات المحترمه اللي بتسوق اللاعبين المميزين الموهوبين اللي عينيهم طبعا على اللعيبه الجيده اللي بيتم تسويقها لانديه الدوري الممتاز. بص يا كابتن احمد، هي التسويق دوت حاجه كويسه جدا جدا، في شركات وفي ناس محترمه فعلا بتقوم بالتسويق كويس جدا، وفي ناس ما عندهاش ضمير في موضوع التسويق ده خالص. تمام كابتن. فالتسويق بيتم في كذا مراحل يعني او بكذا شكل. فبالنسبه في تسويق لو في لعيب كويس بيروح نادي محترم حسب مستواه. تمام. في انديه استثماريه دي طبعا انت عارف الظروف اللي بتمر بيها البلاد. فدي في تسويق كويس وفي استثمار كويس. تمام. وفي استثمار مش كويس. يعني تلاقي مثلا اشخاص شغالين في المجال التسويق مع احترامي ليهم مش شغالين كويس. تمام كابتن، فعلا انت كنت كابتن احمد برضو يعني رايك مع راي كابتن احمد. اكيد طبعا كابتن محمد. اكيد طبعا. تمام. والله هو فعلا تسويق اللاعبين يعني مهنه صعبه جدا، وطبعا عايزه العين الثاقبه، العين الخبيره، العين القيمه اللي هي بتنقي او بتختار اللاعب الجيد، لان عمليه الانتقاء طبعا عمليه صعبه كابتن محمد. فبتختار اللعيب على اي اسس كابتن احمد؟ التسويق واختار اللعيب ده لازم انت اصلا كمدرب تكون لعبت كوره. تمام. وعندك موهبه كره القدم. تمام. ازاي تختار لاعب؟ ازاي تجيب لاعب كده من الشارع تعمل منه لاعب؟ فمش اي حد هتعرف تختار، مش اي حد يختار لعيب كويس. دي نظره. تمام. ده احساس، دي موهبه. طيب. انك تجيب لعيب تختار عناصر فيه كويسه تبتدي تشتغل عليه، تزود مهاراته، تزود البدن بتاعه. في لعيب بيجي لك كويس جدا بس خطط وحش. تمام. بيتحرك غلط. فانت بتعلمه ازاي يتحرك في الملعب كويس. تمام. بعد كده بينطلق من نادي صغير بتيجي بيلعب منتخب مصر. تمام. انا في لعيبه اعرفها كانوا معايا في الناشئين، والله جم عندهم 20 سنه. احنا استغربنا، جاي من الشارع عنده 20 سنه، كبير برضه. كبير جدا. سبحان الله.
كان كابتن احمد عبد الكريم الله يرحمه مدرب الاتصالات. تمام. جالنا لاعب اسمه اسامة عبد اللطيف، لعيب كويس جدا، كان اول مره يلعب كوره عنده 20 سنه. اقول لك على حاجه، جه حتى لقى هداف، كنا بنلعب دوري ساعتها دوري الجمهوريه اهلي وزمالك، خد هداف البطوله. والسنه اللي بعديها صعد فريق اول مصريه اتصالات كويس، والاهلي والزمالك وانديه نيرو ممتاز بتجري عليه. ليه؟ لعيب كوف، لعيب كويس. والاختيار كويس من المدرب وتاهيله وتطويره. طب نعرض الصور كده بتاعت الشركه العالميه لتسويق اللاعبين وشركه صخر، طبعا الشركات المحترمه. طبعا ديت صوره مانويل جيزي وكابتن عمر. انا كنت اشتغلت معاه في بطوله كده. تمام. مع كابتن مانويل كنا بنختار لعيبه وبنسوقها. طب كويس والله. بنسوقها. تمام. دي صوره ليا برضو، دي تدريبات في الملعب. تمام. تدريبات في الملعب الاكاديميه بتاعتي. تمام. ومن خلالها انا بسوق. يعني ملاعب محترمه، ادوات كويسه، ملابس كويسه. الحمد لله. الحمد لله. انا عندي كل حاجه صح. لا انا عندي كل حاجه صح. انا بعمل اكاديميه في مركز شباب الساحل في شبرا. تمام. بعمل اعداد وتاهيل وتسويق. تمام. لجميع انديه الدوري الممتاز. تمام تمام. ده شعار الاكاديميه بتاعتي. الحمد لله انا بقى 10 سنين شغال في مجال التسويق. بصراحه انت بتسمع كابتن محمد. الحمد لله. الحمد لله. محترمه. الحمد لله. طيب معانا تليفون، اتصال تليفوني الكابتن اشرف، طبعا من الشخصيات المحترمه الكابتن اشرف حامد مدير التعاقدات لانديه الدوري الممتاز به. اهلا وسهلا كابتن اشرف. مساء الخير يا كابتن احمد، منور الدنيا كلها. مساء النور يا كوتش، انت اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا كابتن احمد، تحياتي لحضرتك وكل ضيوفك الكرام وفريق الاعداد المحترم. الله يخليك يا كابتن. دايما متالق يا كابتن احمد، ودايما بنستمتع بكل حلقاتك المحترمه الجميله، لانك بتجيب شخصيات جميله ومحترمه، بنتكلم في كل حاجه ما تخص كره القدم يا كابتن احمد. حبيبي كابتن اشرف. كابتن اشرف، طبعا هذا الموسم وعوده الحياه لكره القدم بالاخص، ايه رايك بقى في هذه العوده؟ الو والله يا كابتن احمد، حضرتك فعلا لابد من عوده الحياه، لان احنا بنتابع دلوقتي جميع دوريات الدوريات على مستوى العالم كله بدات ترجع تدريجيا وفقا للارشادات الصحه العالميه. تمام. وان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله نلاقي عوده تدريجيه لكل فرق الدوري الممتاز بما يخص الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والثالثه، وبنتمنى ان شاء الله التوفيق كده، لان هي دي عوده الروح الرياضيه. احنا كاشخاص او ايا كان وضعنا، بالنسبه لنا كره القدم دي هي الحياه. تمام. هي روحنا وحياتنا كلها يا كابتن احمد، ما نقدرش نبعد عنها ولا دقيقه. فان شاء الله رب العالمين بنتمنى عوده الحياه تدريجيا واحده واحده، وهي زي ما قلت لحضرتك الدوري الممتاز هيستأنف ان شاء الله في شهر 9 في شهر 8 اللي جاي ده ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضه الممتاز بيه برضه خد بالك سيادتك هيستأنف يوم على ما اعتقد بس على شهر يوم 10/9. تمام حضرتك. وبرضه هيتم بدايه الموسم الجديد بالنسبه للممتاز ده هيبقى يوم 14 او 20/10. طب بالنسبه للممتاز بقى يا كابتن، معانا طبعا ناديي الزرقاء ونادي ملك كفر الزيات. كابتن اشرف، هل فعلا في لاعبين جدد من عند الكابتن اشرف حامد بالاخص ان شاء الله باذن الله جاهزين لهذه الانديه؟ الو. ان شاء الله يا كابتن احمد، طبعا موجودين طبعا نادي الزرقاء كبير جدا. احنا بنعلن على الهواء اللي انت مدير تعاقدات ان شاء الله نادي الزرقاء ونادي ملك كفر الزيات كابتن اشرف، اللي انت شخصيته محترمه الجديره بهذا المنصب. واكيد طبعا احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، لان نادي الزرقاء كبير جدا. لما نتكلم عن نادي الزرقاء نتكلم عن الحاج سمير موسى، الاستاذ مدحت، كابتن اشرف، كابتن ايمن. طبعا هي منظومه كبيره جدا بتدار من جوه نادي الزرقاء يا كابتن احمد. تمام. وحضرتك برضو اكيد عارف المنظومه ديت كويس قوي قوي. طبعا ملك كفر الزيات من الفرق المحترمه الجميله اللي بها لها باع كبير جدا في دوري الممتاز به. تمام. ولكن الفتره الماضيه دي كان في بعض يعني في بعض الرجوع للمستوى بالنسبه للنادي، ولكن نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يقف على رجله تاني ويدار بمنظومه جميله وشكله محترم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اشرف حامد. طبعا كابتن محمد عبد الغني نادي كانوا بقى الانديه اللي موجوده معانا بقى، معانا نادي الزرقاء ممتاز بيه ونادي ملك كفر الزيات، برضه شركه العالميه لتسويق اللاعبين، برضه عايزين لاعبين مميزين. والله يا كابتن انا عندي مجموعه لعيبه كويسه قوي. تمام. ان شاء الله ان شاء الله
انا بتعامل مع حضرتك من فتره كبيره. تمام. لا لا انت مميزه صراحه بالامانه. حضرتك راجل صادق. الله يخليك. راجل محترم حبيبك. يعني ما بيقولش كلمه وبيرجع فيها. تمام. لبس موجود، ملعب موجود، مدربين على اعلى مستوى بصراحه يعني. دي اهم حاجه. عندي مجموعه كويسه قوي جميع المواليد. تمام. ان شاء الله في نادي الزرقاء وملاك كفر الزياد ان شاء الله بزرق. ونادي المصنع الحربي في اسكندريه. مجموعه كبيره ان شاء الله معاك. إن شاء الله. انت تستاهل كل الخير يا كابتن حبيبي. كابتن محمد، كابتن احمد بقى قول لي كده عن في لاعبين جاهزين ان شاء الله كده لهذا الموسم ان شاء الله. انا حضرتك يعني اللاعب بيكلمني طبعا مش بجيبه على طول واقول له اه تعالى اوديك نادي، لا لازم اشوفه في الملعب الاول واشوفه هل مستواه يسمح. لو مستواه يسمح طبعا بعرضه على كذا نادي. في مدربين موجودين معاك كابتن احمد؟ اه معاك كابتن طبعا علاء جوليا كابتن ابويا طبعا محترم. تمام. طبعا مربينا من صغر طبعا اتدرب معاه وكنت لاعب كوره معاه دلوقتي بضرب معاه طبعا. تمام يا كابتن. اه طبعا كنت بسوق طبعا بسوق له تليفونات بسويف مع كابتن نادي رشاد، شخصيه محترمه جدا وحديد الصب يعني. اللعبه اللي بتجي لي حضرتك بجهزها، لو هي مش جاهزه بجهزها. تمام. وبعد كده بعرضها على كذا نادي، لو هي جاهزه تمام بعرضها على كل الكباتن اللي اعرفها، وبعد كده هم بيشوفوهم تمام تمام بيدخلوهم يعني. ومعاه اوفر في لاعبين سابقين تم تسويقهم للانديه من خلالك برضه؟ في مصطفى محمد عبد العزيز ده حارس مرمى في نادي الزمالك، شخصيه محترمه. مصطفى عبد العزيز اه اللي هو 2004 لا 99 99 حارس مرمى. آه. ده يعني الكابتن شوقي غريب يعني، لو انشده لو يشوفه ده هيطلع منتخب روم ان شاء الله حاجه كويسه يعني. ان شاء الله باذن الله. وفي برده عندي لعيبه افارقه يعني. عندي من بوركينا فاسو ومن نيجيريا وعندي برده من كوتيفوار. طب انت بتعامل عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق الفيسبوك والانترنت ولا؟ انا عندي لعيبه اعرفها يعني. في لعيبه فيديوهات بيبعتها لك كده او لعيبه اعرفها من طريق الازهر. الازهر كنت اعرفهم كده شخصيا. اه مدينه البعوث الاسلاميه بالازهر. آه. بيجيبوا عندهم لعيبه كتير قوي افارقه. لعيبه افارقه جدا. ان شاء الله يعني. تمام. تشوف حاجه خير ان شاء الله. ان شاء الله. جاي. ان شاء الله. كابتن محمد، بالنسبه لشكل المسابقات هذا الموسم طبعا حاجه كويسه، حاجه مفرحه يعني. احنا راضيين هذا الموسم على المسابقات الجديده. طبعا انديه الممتاز الف هتلعب دوري جمهوريه الف، وانديه الممتاز ب هتلعب دوري جمهوريه ب مع انديه الممتاز ب فقط لا غير. اما دوري المنطقه قاصر على انديه الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه ومراكز الشباب. ايه رايك في التصور الجديد اللي هتنافس هذا الموسم ان شاء الله؟ هو كويس في حدود الوضع الحالي. تمام. لسه خارجين من ازمه كبيره، ازمه كورونا. تمام. فالمناسبات حاليا كويسه. بس انا كان نفسي يعملوا طول الجمهوريه 2005. ما السنه اللي فاتت كانت موجوده بس ما لهاش ارتباطات دوليه. عملوا 2006 وحاليا 2006 في معظم الانديه اتلغت. يعني في معظم الانديه لغى 2006 وحاليا هم بيبثوا فيها فعلا. هو اتحاد الكوره برضو يعني ما خليها اختياري، مرحله اختياريه وليست اجباري زي 99 و2001 و2003. لازم يعملها اجباري طالما في منتخب 2006 يبقى لازم يعملها اجباري. ما عملها لك اختياري السنه دي عشان اول سنه للواد اللي هو 2006، ثانيا الواد لسه طالب مرحله براعم. تمام. لسه برضو في طفوله متاخره يعني، لسه الواد طفل. ولكن احنا بنقوله الشكل العام لهذه المسابقات هذا الموسم، الشكل هل شكل جيد ولا شكل؟ لا شكل جيد. انا شايف ان هو جيد في حدود الفتره اللي احنا بنمر بيها حاليا. تمام. جيد جدا كمان. جيد جدا. جمهوريه دوري ممتاز. تمام. دوري ممتاز به فرق دوري ممتاز على مستوى مراحل الناشئين هتلعب برضو مع بعض. تمام. ده كويس، بس طبعا اتمنى يكون في امكانيات لسفر الفرق اللي هي ممتاز به، لان في طبعا تعرف محافظات. طيب كابتن محمد، بالنسبه للاستثمار الرياضي في الانديه ما له وما عليه، ايه رايك في الاستثمار الرياضي حاليا؟ في استثمار كويس وفي استثمار مش كويس. تمام. بمعنى الاستثمار الكويس ان انا هجيب عيل هيدفع فلوس كويس. تمام. عشان ما فيش امكانيات في النادي كويس. فالاستثمار الكويس هياخد فلوس من العيل. تمام. الولد هيصرفها عليه، الولد هيستفيد منه، هيستفيد انه هو يتمرن كويس تحت اشراف مدربين كويسه. تمام. هيلعب دوري قوي، الولد مستواه هيعلى. طب ايه رايك في الشكات الجديده ديت؟ معلش مع احترامي، اللي هم الدخلاء على المجال ولا لعبوا ولا حتى عندهم فكره عن كره القدم ولا اي حاجه، كانوا شغالين في مجالات اخرى، دخلوا على المجال. تمام. وفتحوا شركات وتم طبعا عمل اختبارات. تمام. في الوقت الراهن ده اللي هو بنقوله فيه الوقت العصيب عشان المرض او انتشار الكورونا،
دلوقتي الاختبارات الاتحاد المصري ووزاره الشباب مانعين الاختبارات كامله، لكن هذه الشركات عشان طبعا مش مع ناس بيخافوا ربنا او بيخافوا على مصلحه الاولاد، لا سامعين ان مثلا فرقه زي الرجاء عامله اختبارات، نادي اسمه فارس درجه رابعه في اسكندريه برضو عامل اختبارات، ومنزلين على موقع التواصل الاجتماعي عادي مفيش اي مشاكل. يعني ايه الوضع بقى؟ لا وضع مش كويس جدا، انا شايف ان هو وضع سيء. كل واحد داخل المجال كده ولا لعب كوره ولا شاف كوره اصلا ولا داخل نادي عامل شركه تسويق وبينصب على الناس وياخد الفلوس ولا بيودي نادي ولا بياخد عمل اي حاجه. طب يا عم خد وودي نادي. لا مفيش. بياخد الفلوس من العيل وما تشوفوش تاني. في ناس كتير قوي نصابين وبياخدوا اسماء انديه يلعبوا بيها وهمي كده ويعمل اختبارات. طب ما الدوله منع السبوبه بس اتحاد الكوره منع الاختبارات عشان التجمعات. لا ده يعني اعلنوا على صفحات التواصل الاجتماعي اختبارات كذا كذا ناس بعت لي والله يا كابتن احمد لازم الناس دي تتحاسب. لازم لعبتش كوره ما فيش فيهم واحد معاه كارنيه لا كارنين كابا ولا دوره تدريبيه خدها. لا يضرب لك كارنين كابا يضرب لك كارنين انه لعب في الاتحاد لعب في الاهلي عادي. لا حرام. انا بقول له للمستثمر ده اللي هو راجل بينصب على الناس دي اتقي الله في العيل ده. ما تعرفش يا كابتن العيل ده جاب فلوس منين. صح صح يا كابتن حرام. تمام. وبعدين اكيد انا حضرتك هتعمل حلقه كامله عن الناس النصابين ان شاء الله. الحلقه الجايه باذن الله عن شركه في اسكندريه طبعا برضه عامله مشاكل. تمام. وبالصور بالفيديو يعني معانا الدليل وقرائن دلائل وقرائن برضه عشان نعرضه عشان ما بنحاربوش حد. لا دول ما بنحاربش حد ولا لكن الجشع والناس اللي هم الدخلاء على كره القدم. وطبعا شركه بالاسكندريه شريكه في سفر اللاعبين لفرنسا هنتكلم عنها الحلقه الجايه في وجود اولياء الامور والناس اللي طبعا القائمين على هذا الموضوع اللي لم لا يقل من كل لاعب 30 ألف جنيه بحجة السفر والاشتراك في دورة براعم في فرنسا طبعا وكله خد رفض طبعا لأن أطفال هيسافروا طبعا. فالحلقة الكاملة إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله بالفيديو والكلام اللي بيقولوا إنهم راعيين هذه السفرية. تمام. لكن عشان بس ما يقولوش إحنا بنحاربه ولكن الوضع العام سيء جدا يا كابتن محمد في تلك في هذه الظروف. سيء جدا طبعا يا كابتن. يا ريت حضرتك حلقات وحلقات ان شاء الله باذن الله ضد الناس اللي هي دخلاها على المجال ده. تمام. طب كابتن محمد قول لي بالنسبه بعد شكل المسابقات ال 99 عندك افكار كده او اقتراحات تضيفها مثلا كده؟ هو الاتحاد الكوره اللي عامله في مسابقات السنه دي اضطراري. تمام. معقول معقول في ظل الظروف اللي بنطلع منها كده. بس كويس انه عمل برضه يعني برضه كابتن احمد عمل برضه يعني دوري الجمهوريه به. فالدوري الجمهوريه به ده هيصعد ثلاثه للدوري الممتاز الف واخر ثلاثه في الممتاز الف بالنسبه لدوري الجمهوريه الناشئين هينزل للدرجه الثانيه. دي برضه حاجه كويسه برضه حافز جيد. كابتن احمد الموضوع ده انا كنت شغال سنه 2006 كده 2007 في اتحاد الشرطه. تمام. اتعمل نفس الكلام ده. كنا الممتاز الالف بيلعب دوري الجمهوريه. تمام. ناشئين وجمهوريه مرتبط يعني الفرقه تلعب ممتاز الف ناشئين تلعب ممتاز الف. تمام. والممتاز ب يلعبوا دوري ممتاز ب. تمام. مع زي ما حضرتك قلت هبوط ثلاثه من الدوري الممتاز الف وصعود ثلاثه من الدوري الممتاز ب. هتبقى حاجه كويسه حافز جامد. حافز جدا للممتاز ب. تمام. والممتاز الف يشد حيله بقى لان ممكن مثلا تلاقي ايه فرقه زي وادي دجله زي بس طبعا مش هنبص لوجود مثلا الفريق الاول او نتائج الفريق الاول او هبوط او صعود دعوة. او بقاء الفريق الاول. صح يا كابتن احمد؟ لا ملهاش دعوه خالص يعني حتى لو النادي موجود وفرقته هبطت ينزل او العكس الفرقه كويسه وفي وسط الجدول وفرقته هتهبط للدرجه الثانيه الفريق يستنى الدوري الجمهوريه. كابتن احمد ساعتها في الفتره عملوها قبل كده الموضوع ده والداخليه كان بيلعب ممتاز بيه فرقه ال 20 سنه كانت بتلعب جمهوريه مع اهلي وزمالك. ليه؟ تمام. عشان كانت صاعده وخدت بطوله الجمهوريه ب تمام ممتاز ب وصعدت ممتاز الف كانت بتلعب مع اهلي وزمالك وبتنافس كمان كان جيل جامد جدا في الداخليه. انا كنت ساعتها برضه شغال في الداخليه. تمام. مع كابتن فتح الله. تمام. فالموضوع ده كويس جدا خاصه الممتاز ب وازيت الفرقه الصغيره تشد حيلها شويه علشان الناشئ بالذات ملوش دعوه بالفرق الكبيره. تمام. ممكن الفرقه الدرجه الاولى بتاعت الممتاز ب ماشي وحش الاخير مثلا انت كناشئ شد حيلك خد اول مجموعتك خد اول مجموعتك هتصعد تلعب بطوله جمهوريه هتلاقي اهلي وزمالك ودي فرصه كبيره قوي لاي ناشئ
بيلعب في فرقه استثمار او مش استثمار ممتاز به، انه هيقابل فرقه كبيره اهلي وزمالك ورديجله، هيتبص عليه كويس تمام، هيتاخد انت مثلا دفعت كذا هتلاقي يترد لك ملايين. يعني كابتن انا قبل كده سوقت لعيب بفلوس السنه اللي بعديها اتباع ب 9 مليون جنيه تمام. يعني ممكن لعيب كابتن يدفع وبعد كده ياخد ملايين تمام. ليه؟ لان هو ما كانش لاقي فرصه، فالفرصه جات لك بس ايه؟ استثمار تمام. بعد كده انت بتبقى استغلها بقى استغل جيد اه. في لعيبه كده استغلتها كتير وبتلعب منتخبات اقسم بالله، في ناس لقيتها الاسيوطي بتاع منتخبات 2001 والكلام ده وكانوا دافعين. لا انت صح يعني عينيك كويسه كابتن محمد في الحمد لله. كابتن احمد برضو بالنسبه لانتقاء اللاعبين الجيدين، بالنسبه يعني في لعيبه وصلت مثلا او احترفت بره ولا لسه في الفتره؟ في الفتره دي لسه في الوقت الحالي، لكن مثلا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله حاجه جميله كده مع كلام حضرتك كابتن، مع الكابتن برضه تمام. في نادي الحديد الصلب ده درجه رابعه تقريبا تمام. في الناشئين نفسيهم دول كان ماسكهم كابتن محسن بشندي لو حضرتك تسمع عنه ده، عاملين الموسم ده يعني حاجه حلوه، المركز الثالث دلوقتي. طب كويس يعني في انجاز اهو، ماشيين وهم مثلا فريق اول يعني الموضوع ملوش دعوه بفريق اول، اهم حاجه الفرقه الناشئين ذات نفسها طبعا. كابتن محمد بالنسبه لمازلنا الاستثمار الرياضي ما له وما عليه، بالنسبه للولد اللي بيدفع مقابل يعني انت شايف المقابل المادي هل بيكون مبالغ فيه ولا حاجه معقوله؟ في مستثمر بيبالغ وفي مستثمر حاجه معقوله تمام. يعني حضرتك مثلا معاك كذا فريق تمام، الزرقاء، ملك كفر الزيات، مصنع الحربي، المصري، حضرتك مبالغ بتطلبها حاجات بسيطه جدا لان بيتصرف عليه. انا معلوماتي في المجال وبقالي 10 سنين في المجال التسويق، اقل واحد بياخد في مصر فلوس كابتن احمد فواسي، ده غير بقى طبعا اللي ممكن اللي بيزود عليك السمسار. انت بتاخد مثلا سين مبلغ تلاقي التاني حاطط عليه اضعاف المبلغ. الناس التانيه المسلمين التانيين اللي بياخدوا بمبالغ طائله 10 و12 و15 يا كابتن محمد، يعني انا في اعتقادي الناس دي نصابين. اسمح لي كوتش يعني لازم يتقوا الله في العيل، في الولد المستثمر عايز 2000 جنيه وانا اقول له 10 يعني ادي المستثمر ادي كابتن عم فواز 2000 جنيه وانا اخد انا 8 باي عدل. طب خد 1000 خد 2000 لكن تاخد لي 10000. في ناس والله في اسكندريه بياخدوا المبالغ الجامده ديت والله يا كابتن، والله يا كابتن في ناس بدون ذكر اسماء حاليا، انا يعني في ناس بتبيع حاجات عشان تدخل ابنها النادي. ما ينفعش، واحنا بنقولوا اللعيب المميز يا جماعه، اللعيب المميز ارقامنا على التليفونات، اللعيب المميز بدون اي مقابل، اللعيب المميز يتواصل معانا بس يكون مميز، مش لان جالي اتصالات كتير ونزلنا لعيبه في الملعب انا اسف يعني ما فيش 50% حتى دون المستوى، لكن احنا بنقول اللعيب المميز اللي واثق من نفسه، لعيب مميز جدا من غير ظلم، يجي معانا في الانديه وبدون اي مقابل مادي نهائيا، بس يكون لاعب مميز مميز جدا، ما يكونش حتى 40 50%. اتفضل كنت عايز تضيف حاجه كده. في والد كان كلمني كان في مدرب واخد منه 18000 جنيه، المهم قال له اودي ابنك نادي، فالمهم قال له اوديك، فالمهم اداله فلوس. فاول يوم بيكلم مدرب تليفونه مقفول، ثاني يوم تليفون مقفول، ثالث يوم مدرب طفش. لا في اشكال في طبعا الموضوع ده لازم يكون في برضه في عايز يبقى حاسب. والله احنا بنقترح ان المنظومه المتمثله في الاتحاد المصري لكره القدم تقنن وضع هذا الاستثمار. ومعلش انت ماسك النادي كاتحاد كوره، ماسك النادي عن طريق السيستم، هات لي ورق المستثمر اللي عندك، وضعه ايه؟ مكانته ايه؟ دراساته ايه؟ مش واحد جاي من الشارع، واحد له اركان حرب وماسك لي فريق، واحد في شغال في المقاولات وماسك لي فرق، واحد بيبيع انابيب ساب المهنه بتاعته جه اشتغل كمدرب ولابس ترنج. ما ينفعش انت اتحاد مصر لكره القدم خد الاوراق المستوفاه من النادي، المستثمر اللي عندك وضعه ايه؟ بس دراساته ايه؟ خبرات سابقه ايه؟ علشان اعرف احاسب النادي، لكن العمليه فرطت وباظت نهائي. زائد برضو المدربين الموجودين في هذه الأندية، برضو الدورات الحاصلين عليها، الشهادات الحاصلين عليها، كارنيه النقابة أو الدورات الأساسية، كل ده المفروض أنا كاتحاد مصر لكرة القدم ما افتحش السيستم إلا ما يجي لي الورق ده وهو بالفعل هو الموجود.
لكن سمك لبن تمر هندي العمليه باظت خالص. اتحاد الكره في ايديه انه يلم هذا الموضوع، يقنن وضع الاستثمار، لان الانديه خلاص الانديه مش عارفه تصرف ولا في موارد اصلا انها تصرف. ولكن انا كاتحاد مصري لكره القدم اقنن هذا الموضوع اللي هو بقى شكله غبي قوي قوي قوي. بقى الانديه كلها استثمار، اذا كان القسم الثالث او الرابع او او او، وحتى انديه الدوري الممتاز بدات تبيع الفرق بتاعتها ليه؟ الموارد بتاعتها قلت، مفيش مشاكل بيع، ولكن في اسس وفي تعليمات وضوابط جايه من الاتحاد المصري لكره القدم بتقول نفذ لي هذه التعليمات. مش هينفذ هذه التعليمات اقفلوا السيستم، هينفذ لك التعليمات اقفلوا السيستم. كابتن محمد، طبعا في ختام هذه الفقره حابب تشكر مين كده على الهواء بقى؟ والله اولا انا بشكر حضرتك قوي الكابتن احمد فواز، شخصيه محترمه، اول ما دعيتني ان انا ابقى معاك في البرنامج انا بسرعه رحبت بسرعه، حبيبي شخصيه محترمه. وبشكر كل زمايلي، وبشكر لاعيبه العالميه تسويق اللاعبين، تمام، وبشكر المدربين اللي شغاله معايا في الاكاديميه وتعبانين. ممكن نقول هذه هؤلاء المدربين؟ معايا الكابتن ايهاب بيتا مدرب السكه الحديد، ده شخصيات محترمه. كابتن ايهاب، معايا الكابتن حمدان مدرب الاتصالات، كابتن حمدان برضو، والكابتن جمال نجم مدرب السكه الحديد. تمام. انا عموما ما بجيبش الا مدرب، يعني لا مدربين صراحه محترمه، يعني معاها سي في عالي، تمام، بعرف اصنع لاعب، تمام. حضرتك بس نسيت اقول لك صلاح ليكو كان معايا، صلاح تلعب الزمالك، صلاح ليكو، صلاح ليكو طبعا، محمد ماجد قنش، مقاولين، شرطه، طنطا، لف سموحه، تمام، كان معايا. وحاليا في بقى مجموعه ناشئين انا موديها زمالك، سكه حديد، طب ما دي حاجه، نادي الزرقاء، مودي كام واحد يعني لعيب كويس. طب بس في مدربين حراس مرمى انت كده ذكرت لي؟ انا مدرب حراس مرمى، تمام. فانا اصلا مدرب حراس مرمى، تمام. انا معايا دراسات الحمد لله، كل حاجه تمام. انت كابتن محمد، يعني حاجه جميله، حاجه كويسه، ليه اشتغلت اتصالات، يعني بتنزل الملعب تشتغل، مدير تسويق للشركه، انا مدير تسويق وبشتغل لو مع الحراس، تمام، دي حاجه كويسه جدا. الحمد لله عندي خبرات، طيران سباسك الشرطه، تمام، داخليه، طيران فريق اول ثلاث سنين، تمام، الشمس، تصنيع، يعني السيره الذاتيه بس الحمد لله، الحمد لله يعني رخصه سي الاساسيه، قانون النقابه من سنه 97، تمام. فكل دي حاجات الحمد لله خبرات مرت عليا، ما اكيد طبعا. فالتسويق دوت مش انا بزعل بقى ان انت تجيب واحد لسه 20 سنه او 18 سنه وعايز يسوق، طب انت فين عينيك؟ ما هو مش عارف يختار اللاعب. لسه بيقول لك كابتن محمد خلاص بقت سمك لبن تمر هندي، ما هو مش حرام. انت والمسؤول الاتحاد المصري لكره القدم كابتن احمد، اللعيب اللي هيدفع لازم يكون لعيب كوره برضه، تمام، ما تجيبش لعيب ابيض وتقول لي لا هيدفع، طب ما ده هيرمي فلوسه على الارض، صح، لا ده لعيب كوره كويس يقعد يريح اهله بقى كابتن يجيب لعيب كوره كويس مش لاقي فرصه في الانديه الكبيره يدفع ويبدا في نادي صغير، تمام، هيلعب في حته كبيره، تمام. يا كابتن محمد، كابتن احمد حابب توجه شكر خاص لمين بقى واحنا على الهوا كده؟ اول حاجه بشكر حضرتك على ما طلعت معاك، شرفتني والله حبيبي. ثاني حاجه طبعا بشكر والدتي، هي السبب في اللي انا فيه ده دلوقتي، ربنا يخليها لك، الله يخليكم. وبشكر الكابتن علاء جوليا طبعا مدرب معايا في نادي الشباب المصري، تمام، وفي الاكاديميه معايا برده. وبشكر كابتن نادي رشاد في طوفان بن سويف، كابتن محسن مشاني. بس عندي معلومه محفوظه كده، يعني يا ريت الناس كلها تهتم بيها، تمام. في لعيبه كتير يعني بروح الاقصر واروح المنيا، يعني انت بتسافر الاقصر والمنيا والحته دي؟ انا بروح الاقصر على طول، ده بلدي ايه او المنيا، من الاقصر والمنيا، تمام. انا بروح هناك في لعيبه كتير قوي حراك مش باينه خالص، تمام. بس تشوفهم حراك يعني لعيبه اللي هم بيقولوا، تمام، لعيبه ممتازه، ربنا يوفقك كده يا كابتن احمد ان شاء الله. ارجو يكون برضه فيه اهتمام بيها بذات الصعيد، تمام، ان شاء الله باذن الله يبقى في حلقات قادمه باذن الله ان شاء الله نشوف هؤلاء اللاعبين. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام، الكابتن محمد عبد الغني طبعا مدير شركه العالميه لتسويق اللاعبين، وطبعا بحب اشكر ضيفي الثاني الكابتن احمد صخر طبعا من الشخصيات الجميله وصاحب شركه تسويق شركه الصخر لتسويق اللاعبين. طبعا في الفقره الثانيه معي لاعبين مميزين، اللاعب احمد عادل مواليد 99 لاعب نادي الاولمبي السابق ولاعب ملك قفر الزيات الحالي، وطبعا ومعانا اللاعب حسين الزهيري لاعب نادي عزبه النخل الفريق الاول بمنطقه القاهره. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفي الكرام.